كريم، مباراة صعبة وأهمية هذه المباراة إنها مباراة نهائية. نعم. تلعب فريق، لا أقول أنا اتكلمت في الموضوع ده قبل كده، تاريخ هنتكلم زي ما احنا عايزين ونقول إن الأهلي أفضل في كل حاجة، ولكن ال 90 دقيقة دايما أو الملعب أو الملعب الأخضر ده حاجة مختلفة تماما. أكيد. وبخلاف كده احنا لما أنا قلت لحضرتك في السؤال الأول أنا متوتر جدا، مش عشان أنا عايز إيه يعني اعمل كليشيه او فاهم او نعمل الشغل اللي الناس بتقوله ده، لا خالص. فعلا مباراه مقلقه ليه؟ لانك بتلاعب ربما في وجهه نظري اكثر فريق عشوائي في بطوله دوري ابطال افريقيا السنه دي. معلش فهمني يعني ايه عشوائي، لان الناس ممكن تفتكر ان كلمه عشوائي دي ان هو فريق ضعيف على طول. انت فاهم؟ لا لا لا، احنا اهو انا هوضح اللي انا بقوله. بنلاعب اكتر فريق عشوائي في البطوله. يعني ايه فريق عشوائي؟ ببساطه نقول كده رقم. اتفضل. فريق كان مع الوداد المغربي في دور المجموعات واتغلب منه 4-0 وكسب في ماتش الاياب والوداد مريح اللعيبه، فماتش ما نقدرش نحسبه. في السيمي فاينل بيخرج الفريق اللي كسبه بسكور في دور المجموعات. طيب في دور الثمانيه بيكسب سيمبا، الفرقه اللي عملت مفاجاه كبيره في دور المجموعات وطلعت متصدرين علينا، بيكسبها في مباراة الذهاب 4-0. 4-0. بيجي في الإياب بيتغلب 3-0 لغاية الدقيقة 86. كان باقي 4 دقايق والحكم أعتقد أضاف 6 دقايق، يعني كان في حوالي ما يقرب من 10 دقايق يقدر يجيب فيهم الأربعة اللي هو أوريدي كسب بيهم، كان يخسر نفس النتيجة اللي خسر بيها في الذهاب. أيوه. فبنتكلم على فريق وإيه بقى؟ الفريق صعد لنهائي دوري أبطال أفريقيا وهو قدام النادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي طبعا ارقامه تؤهله لنهائي دوري ابطال افريقيا. كازا تشيفز صعد لهذا الدور متفوق على اكبر اباطره افريقيا والانديه المتصدره الدوريات في بلادها، وهو تامن الدوري في جنوب افريقيا. ما تعرفش تمسكه منين؟ يعني عارف اللي هو الله اكبر عليك، مش عارف تمسكه منين. الله اكبر عليك، يعني اللي هو اجي هنا الاقيه هنا، اجي هنا لا يعني بالظبط. فعشان كده انا قلت فريق عشوائي ملوش سيستم، ملوش نظام. وحتى بيتس موسيماني قال كلمه حلوه قوي اول ما عرفنا ان احنا هنلعب كايزر، قال لك احنا مره كايزر تشيفز ده كان مغلوب بسكور ومتبهدل وحياته حاله صعبه جدا، بيلعب ماتش قمه كسب. فانت فريق فعلا ربما يكون من الصعب ان حتى ايفن فريق تحليل كامل يبدا يحلله ويطلع الارقام بتاعته والمعلومات عنه، ولكن تفاجئ في الملعب حاجه ثانيه بامور ثانيه خالص. بس انت مثلا بتقول مثلا نقاط القوه في هذا الفريق مثلا الباك اليمين مثلا تلاقيه وحش في الماتش وتلاقي الباك الشمال هو اللي كويس اللي انت كنت تلعب عليه. يعني حاجه بالزبط. مختلفه بالزبط. تماما. هو ده معنى كلمه عشوائي. هو كريم هنا لا يقصد ان هي مباراه سهله وان الدنيا تمشي والكلام ده كله، مفيش هذا الكلام. عشوائي ده يعني فريق صعب جدا، من الصعب. وهضيف كلمه بس اخيره كابتن اسلام، العشوائيه في الرياضه عامه هي اخطر حاجه لاي منافس. ليه؟ لان انا مش شايف لك فريم. يعني حتى مثلا هدي مثلا سريع في تنس الطاوله، اصعب لاعب في تنس الطاوله بنلعبه اللي ملوش سيستم، ما نعرفلوش بيلعب ازاي، السيستم بتاعه ايه. اللي احنا عارفينه واحد مثلا بيلعب سبينات كتير، اوكي انت عارف نظام لعبه، فاللي بيلعبه اوكي عارف نظام هيلعب بيه، لكن واحد عشوائي، واحد بيقطع كتير، بيسبين كتير، بيشوط كتير، ده ما بنفهموش. فبالتالي ممكن تلاقي واحد يعني غير مصنف كسب واحد في اعلى التصنيف 3-0. ليه؟ ان هو مش احرف منه، لا هو مش عارف يلعبه. هنا دي اهم سؤال احنا محتاجين نجاوب عليه في الحلقه، ازاي نلاعب كايزر تشيفز؟